يحاول شرطي المرور تنظيم ما أمكن من حركة السير، حيث يقف ياسر ملوحا بيديه أمام المارة بمشهد يثير الكثير من الأعجاب والدهشة، على الرغم من الوضع الأمني في محافظة أبيان الذي لا يزال يشوبه الكثير من القلق، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام ياسر ورفاقه في أداء مهمتهم إسهاما منهم في استعادة الوجه الحضاري للمدينة بمطالب لا تتجاوز توفير أساسيات العمل الخاصة برجل المرور، متناسين مطالبهم الخاصة تحدث هؤلاء آملين أن يتم توفيرها ليتسنى لهم القيام بواجبهم دون أي عائق. طالبهم عن يشتوا عن يوردون المواصلات، يا أما سياك النار يعطي المديرية هذه أو سيارة تكون تحت طاعة رجال المرور في أي وقت من أوقات الله بأي شيء زي هذه الحوادث المرورية. الطريق هذه طريقين، هي طريق رايح طريق واجي، والمكان هذا يعني مكان زيادة زحمة كبيرة جدا، زحمة كبيرة، وأنا أرجو القيادة السياسية فإنها تساعدنا في الجانب هذا لأجل إيش؟ لأجل تقريبا تكون في طريق ثاني، لأجل معكم الحافلات كبيرة جدا، ما السوق هذا ما تقدر تساعد المواطن. 5 أفراد هو عدد طاقم المرور في هذه المدينة التي يتقاسمون مهمة ترتيب حركة السير فيها بزيهم الذي يمثل تواجد الدولة وهيبتها. يقف شرطي المرور غير بعيدا عن زميله الذي يشاركه العمل في المكان ذاته، مستمتعين بأداء وظيفتهم في محاولة منهم للمشاركة في استعادة النظام لشوارع أنهكتها الفوضى. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.